قال هشام: المشروع ده فعلا مربح جدا بنسبة كبيرة، واحنا مجمعينكم دلوقتي لان الارض اللي هيتعمل عليها المشروع دي شركة بين الاخوات، وبما ان انا والدي متوفي فانا بتكلم باسمه عن نصيبه، وامير عمي عمله تنازل عن نصيبه، مفضلش غيرك يا عم. وماله يا ولدي، محدش يقول الخير له، وانا نصيبي هكتبه باسم سماح بيتي، بس بشرط. شرط ايه يا عمتي؟ امير يعقد على بيتي يا اما تعتبر المشروع كله لاغي، رد عليها هشام بمنتهى العصبية والغيرة وكأنه بيحب سماح. أمير متجوز يا عم وشكله بيحب مراته، قال لها والد أمير. ما تتكلمي كلام ناس عاجلين، قالت لها هانم. الله في سماح ما يحصل، ولا تتسملوا على اسمه طول ما أنا عايشة. خلاص بكيفكم، هو ده شرطي عشان المشروع يتم. يا عمتي مشروع بملايين ما ينفعش نوقفه عشان طلب مستحيل يتحقق، قال أمير. ومستحيل ليه يا هشام؟ أنا موافق يا عمتي اتجوز سماح. نزلت الكلمات دي زي القضاء على ودان نورما اللي كانت واقفة على السلم بتسمع كلامهم، وكأن خنجر طعن في قلبها. وغمس أمير لهشام، بس نورما صدقت إن أمير اتنازل عنها بجد. قالت له هانم: أنت بتقول إيه؟ أنت واعي للي بتقوله ده؟ يا أمي أنا مش صغير وأدرى واحد بمصلحتي، بس أنا ليا شرط يا عمة. المأذون أنا وبمضي معاه تكون أنت بتمضي تنازل. وأنا عند كلمتي يا والد أخوي. على خيرة الله، ساعة والمأذون يكون هنا. هشام تعالى على المكتب عاوزك. طلعت نورما أوضتها تجري وهي مصدومة مش مصدقة. معقولة أكون اتخدعت لدرجة دي؟ معقول كل اللي عشته ده يكون كدبة؟ ده أنا حسيته بكل كياني، استحالة يكون كدب. لا مش مصدقة نفسي، أمير باعني عشان المشروع؟ أنا في حياته ومليش لازمة؟ باعني عشان الفلوس؟ أنا لا يمكن أقعد له ومش لازم يعرف مكاني المرة دي. أنا استحالة أقول لحد أنا رايحة فين. الحمد لله باسبوري لسه في إن أنا مش متجوزة ومش هيعرف يوقفني في المطار المرة دي. في مكتب أمير. أمير أنت اتجننت؟ هتتجوز سماح إزاي ونورما؟ ومين قالك إني ممكن أتنازل عن نورما؟ نورما دي عندي بكنوز الدنيا، أنت عبيط يا ابني؟ أمال وافقت تتجوز سماح إزاي؟ هي مش عمتك، ليها أمضي على عقد الجواز؟ أنا همضي، بس هنغير حاجة بسيطة جدا، بدل ما همضي على خانة العريس همضي في خانة الشهود. أمال مين العريس؟ للأسف الشديد أنت. أنا شفت لمعة الإعجاب في عينيكم أنتوا الاتنين يا هشام. وحياة أمك أحلف كده؟ اعقل بقى وبطل هبل، مش عاوز مخلوق يعرف باللي عاوز أعمله. الكل لازم يقتنع أني هتجوز سماح علشان عمتي ما تشكش في حاجة. خلي بالك عمتك ذكية جدا، لو وصل لها شك 1% هتلغي كل حاجة وهتوقف الدنيا. ونورما هتقول لها؟ طبعا، بس بعد ما اكتب الكتاب عشان يكون ردها يكون واقعي. بس نورما ممكن تولع في الدنيا. هو ده بقى اللي هيخلي عمتي تقتنع اكتر. ودخلت فوزية عليهم. امير بيه المأذون وصل، دخليه هنا بسرعة وبلغي بابا وعمتي. دخل المأذون وفهموا أمير على كل حاجة بسرعة قبل ما حد يوصل. دخلت زينب وجرة سماح في ايديها ودموعها على خدها من القهر، ووالد أمير وهانم على وشهم علامات غضب شديدة. وعلى جانب التاني نورما بتسيب السرايا بدون ما حد يحس بيها، وعلى وشها علامات تحدي وقهر وخزلان وحزن. من بعيد لمحتها فوزية وهي خارجة من السرايا. ست نورما استنى، رايحة فين؟ خير يا فوزية، عاوزة ايه؟ مالك مالك كفل الشر، انت هتبكي ليه ده كله؟ يعني مش عارفه يا فوزيه ايه اللي حصل، مش شايفه المهزله اللي بتحصل جوه؟ انا مستحيل ارضى بكده. استهدي بالله كده، امير بيه بيعشقك ومستحيل يعمل كده، اصبري بس. هو ما بيحبش بنت عمته واصل، هو اكيد عنده غرض في دماغه، ده هيتجوزها. عارفه يعني ايه هيتجوزها؟ انا لازم امشي يا فوزيه قبل ما امير ياخد باله، لو شافني مش هيسيبني. وانا لو سبتك تمشي امير بيه هيطلع روحي. بس انا مش هقبل الوضع ده، ومفيش مبرر انه يعمل كده. وفجاه سمعوا صوت حاله من الهرج والزعيق خارجه من السرايا، وصوت زينب مسمع لاخر الدنيا. بقول لك ايه، تعالي عندي دلوقت لحد ما نشوف اللي بيحصل جوه. عندك في ايه؟ مش فاهمه. لا تعالي بس دلوقت، مش وقت اسئله خالص. وسحبتها من ايديها على اوضه بعيده في اخر الجنينه. دخلت نورما لقيت بيت صغير مكون من حجرتين وحمام ومطبخ صغير. معلش عاد البيت مش قد المجام، بس اتفضل هنا لحد ما اعرف لك الاخبار
وحقولك اللي هيحصل. اوعي تمشي يا ست نورما. حاضر يا فوزي، بس روحي بسرعه اعرفي ايه سبب الزعيق ده كله. حالا هروح، وعندك كل حاجه في الثلاجه، كلي وانا مش هعوج عليكي، هعرف على طول وارجعلك. جريت فوزيه ودخلت السرايا، الجو كله كان متكهرب. ما خلاص بقى يا عمتي، انت اللي اجبرتينا نعمل كده. الله في سماه ما هيحصل، وبنتي راجعه معايا، انا مش عيله صغيره تضحكوا عليها. فلاش باك. اتفضل يا شيخ. بالرفاء والبنين ان شاء الله. حضرت الورق زي ما فهمتك في التليفون؟ كله تمام زي ما قلتلي بالظبط، مش عاوز حد يعرف بأي حاجة، هتمشي الأمور قدامهم كأننا العريس بالظبط. تمام، بس هو فين العريس؟ هو أنا خيال شفاف يا شيخنا؟ مش باين للدرجة دي؟ واتفتح الباب ودخلت زينب وعلى وشها علامات الانتصار ونظرات قهر وكسرة في عيون سماح. دخلت هانم وعلى وشها علامات الحزن. ها يا ولد أخوي، كل حاجة جاهزة؟ أيوة يا عم، بس ما فيش جواز غير بعقد الأرض، همضي العقدين مع بعض. وأنا عمري ما رجعت في كلمة، وادي عقد الأرض أهو. مد أمير إيده أخذ العقد منها وبدأ المأذون في مراسم الجواز، ومضى أمير عقد الجواز ولكن فخنت الشاهد، وبعدها مضت عمته تنازل على الأرض، ومضى هشام، وسمح بتمضي برقت ولسه هتتكلم، أمير غمز لها تسكت، سكتت وابتسمت ومضت. انتهى المأذون ومشي، وبدأت زينب في الزغاريد لحد ما وقفت فجأة على صوت أمير. ألف مبروك يا إتش، فرحتلك من كل قلبي. الله يبارك فيك، لولاك كان زماني لسه عازب. والله ودخلت القفص، وأخيرا هتتربى. قرب أمير على سماح ومسك إيديها. عارفة يا موحة، لو زعلك قوليلي وأنا علقهولك على باب السرايا برا. جري هشام وأخد إيديها من أمير. ايه يا عم دي تخصني، دي دلوقتي بتاعتي. وبعدين انا زعل مين، جنين عيني من جوه. شد امير سماح منه. لا يا قلبي، لسه ما عملتوش الفرح، تبقى لسه ما تخصكش. شدها هشام. ومين قالك اني عاوز فرح؟ انا عاوزها هي وبس، وايدك بقى عشان ما توحشكش. توحش مين ياض، انا اللي مجوزك، ولا ارجع في كلامي. لا خلاص خلاص، انا ما صدقت. يلا بقى خد مراتك واطلعوا فوق واعملوا حسابكم، بكرة هنعمل ليكم الفرح. كل ده والكل واقف متنح ومحدش فاهم حاجة، لحد ما زينب وبأعلى صوت عندها. بس ست خشمك منك ليه؟ واقفين تشوطونا لبعض كيف الكورة، واحنا واقفين ومش فاهمين حاجة، وكل واحد عمال يشد البت شوية. في ايه؟ انا ما فهماشي. خير يا عم؟ عمالة تزعقي وصوتك عالي، ايه مش محترمة ان في رجالة في البيت؟ وانت يعني اللي هتعلمني الاحترام يا ولد هانم ولا ايه؟ انا ولد العزاوي يا عمة، ولا نسيتي؟ وانت اكتر واحدة عارفاني كويس وعارفة غضبي كويس. انت هتهددني يا واد؟ اتدخل والد امير. معاش ولا كان اللي يهددك يا خيتي، بس اهدي كده عشان نفهم اللي حصل. فهمنا بالله عليك يا ولدي، كيف انت اتجوزت بنت عمتك، وكيف بتقول لولد عمك ياخدها ويطلع بيها فوق؟ تيجي كيف دي يا ولدي؟ هانم قاعدة وعلى وشها ابتسامة فرح. أقول لك أنا تيجي كيف؟ أمير ولدي طلع راجل وسيد الرجال، مرضاش يتجوز واحدة غصب، وكمان عشقانة ولد عمه. صح يا ضنايا؟ قرب أمير من أمه ووطى وبس إيديها. صح يا قلب أمير من جوه. لا بقى، أنا عاوز أفهم. جريت زينب على سماح وهي ماسكة إيد هشام وسحبتها من شعرها. وانت تفضل هنيه جاري لحد ما افهم. لا قسما بالله ادفنك مكانك. هشام كان لسه هيتكلم، جري امير مسكه. من فضلك يا هشام اصبر وانا هتصرف. وصل هشام لقمه غضبه. لا يا امير، سماح مراتي وانا اللي هتصرف. زينب سابت سماح بعد ما هشام قال كلمه مراتي. اه مين مرت مين؟ حد فيكو ينطق؟ بتتجوزت مين فيكو؟ ما انطقوا. لا امير، اهدي يا عمتي وطي صوتك شوية، وما تنسيش ان البيت كله خدم، وعيب لما عيلة العزاوي صوتهم يكون مسمعك. ده عيلة مين وزفت مين دلوك؟ انا عاوز اعرف بيت اتجوزت مين فيكم. سماح مراتي انا يا عمة، وانت اللي اكبرتينا على كده. تصميمك انها تتجوز امير بالرغم انك عارفة ان امير متجوز، وعارفة ان بنتك مش عاوزاه، ومع كده صممتي على رأيك وما عملتيش اعتبار لأي حد،
ومسكتينا من ايدينا اللي بتوجعنا ووقفتي المشروع بملايين. خلاص يا هشام اهدى، انا اول مره اشوفك متعصب كده. اهدى يا عم، في ايه ده؟ انت عريس جديد؟ اهدى ازاي يا امير؟ بس فعلا اتقوا شر الحليم اذا غضب. وراح امير لسماح اللي كانت بتعيط من شده معامله امها. شايفه جوزك يا موحى لما بيتعصب؟ خلي بالك بقى ما تعصبوش. في عروسه قمر كده تعيط يوم فرحها؟ وغلاوتك لعمل لك فرح تحكي بيه البلد كلها. احنا عندنا كام سماح؟ جري هشام عليها. ما خلاص بقى يا عم النحنوح، قلنا تخصني. امشي بقى ونجر. امشي يا سماح. طلع على فوق وحضنها وبس راسها قدامهم. سماح اوعي دموعك تنزل تاني، فاهمه؟ انا ما اقدرش اشوفك كده، قلبي بيوجعني قوي. اوعي تعيطي تاني يا قلبي. بقى بذمتك انا النحنوح؟ خد مراتك ويلا امشي. عندك ياخد مين؟ ده هيطلقها دلوك. رد والد امير، ما تلم الدور بقى يا زينب. ايه مالكيش كبير؟ انا هنيه الكبير، واللي حقول عليها يمشي على الكل. ايه مش معتبراني كبيركم ولا ايه؟ سماح اطلعي مع جوزك فوق في الاوضه بتاعتك اللي هنا، وانت اتفضلي يا زينب على فوق، ومش عاوز اسمع لك صوت. واعمل حسابك انت هتقعدي هنا، خلاص.